السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صديقكم القمر. أعرف أنكم لا ترونني جيداً، ففي نهاية كل شهر أعود هلالاً صغيراً، وسأكمل لكم الحكايات الجميلة في شهر رمضان المبارك. الله أكبر. ها قد مضى يوم من أيام العشر الأخير، وكان يوماً مليئاً بالخير والبركة. ذهب عيد مع والده لأداء صلاة التراويح، ثم ذهبا إلى السوق لشراء الأغراض استعداداً للعيد. فعيد الفطر السعيد قد اقترب. اشتريا الحلوى والثياب الجديدة، عيد مبارك. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. عيد مبارك. وبينما كانا يمشيان في الطريق، مرا بعجوز جائع. لم ينس عيد أن يشارك الآخرين فرحة العيد، فقد عاهد نفسه ألا ينسى ما تعلمه خلال شهر رمضان المبارك. ستشرق الشمس بعد قليل، وريثما يؤدي عيد فرض صلاة الفجر، علي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهية. إلى اللقاء. Thank you.